طرقوا من شيكو دوك الجبال اللي طرقوا كيريبو. السلام عليكم، شوفك انتم مزيانين، كلشي بخير، صحه لاباس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم غادي نعمل واحد الطريقه نطيب بها واحد الدجاجه ديالي، ها هي فينيا ان شاء الله ربي نتمنى تعجبكم. وندوزو للمقادير نشوفوهم. المهم عندي هنايا الجوزه، عندي سكنجبير، عندي سكنجبير، عندي هذا خرقوم شويه، عندي قرفه، كوري، وني عندي اللي قامت هنا كيتباعوا هنايا عندنا في السوبر ماركتوز هنايا ديال الدجاج بالانواع محمر، وهادي وهادي عاد ديال الدجاج حتى هي، وكتسمى حتى الشاورما، فلفل اسود وملح ديالنا والثوم كما العاده، شويه د المعدنوس، واحد الطريف ديال الليمونه، واحد الطريف ديال السكنجبير طري. صافي ونبغيو نشوفوا المرحله الثانيه. دابا اللي غادي نعملو هو غادي نبداو شويه د زيت العود، ياك شويه ديال الثومه هيدا، شويه الزيت معها ديالو، نبداو هنايا شويه ديال هيدا، شويه من الحاجه حيت عندنا بزاف الحاجه، شويه من الحاجه، شويه الخرقوم، قريفه غير واحد شويه، كوري كذلك، هذا ديال الدجاج فرانغو كيعيطولو ما نعرف، المهم القمه ديال كتكون سبيسيال ديال الدجاج، هذه حتى هي ديال الدجاج محمر شويه، هذه كذلك على واحد شويه منا، شويه ديال الفلفل الاسود، الربع ديالنا، شويه ديال الجوزه، صافي غنخلطو كلشي، نزيدو شويه ديال الزيت، هذا زيت العود، صافي وغادي نزيدو شويه ديال المليحه ديالنا، ديال هاد الدجاجه حتى هي، نشبرو هادي السدره ديالها نتقبوها هكا، ندخل معاها الخليط ديالنا، نضربوها كاملة، هاذي، ونبداو على بركة الله، نعملو لها مساخي. وهاد الليمونه، طريف الليمونه كيف سميت كيف جبن، نخشيوه هنا في الكرشه، صافي نخليوه هنايا هيدا، عندنا هاد البلاستيك هذا اللي كيطيب فيه سبيسيال، كيطيب فيه الدجاج، غادي نخشيوه هنايا، هادو من بعد نزولوهم باش كيشبرو لنا القمحين، هنا باش نربط هاديك الساعة نزول لها هذا، صافي حنا خشيناها في البلاستيكة ديالها، دابا نشدو عليها، نشدو عليها مزيان. هانتوما كتشوفو الشرفة دابا، أنا عملتها في الطنجرة هادي، وغنخوي عليها الما حتى نغطيها، الما سخون، يكون الما سخون، المهم نعمرها بالما، المهم أنا عمرتها بالما، هاهي فينيا،
ياك انا غنغطيها دابا ونخليوها سيدي نساوها هاي تما ان شاء الله ملي طيب نشوفوا المرحله اللي تجي موراها. هاتوما الشرفه هي دابا طابت ياك طابت مزيان دابا غادي نزولها نزولها هاد البلاستيكه وغادي نعملها تكمل في الفران. هاتوما الشرفه شويه الزيت هيدا وغادي نخشيها في الفران تكمل مي تخرج ديك الساعه نشوفوها. هنا يا خوتي غادي نعملو تشامبيس تشامبينيونيس بالصلصه ديال الطوماط المهم نشحرو بصل شويه ديال الزهر مليح وشويه ديال الثوم. هاهي بصيلة ديالي تشحرت دابا غنزيد لها دابا الشامبينيون هاهو قطعتو على أربعة ربع هايدا بزار شوية د المليحة صافي نخليوها يطيب هنايا شوية ملي تشحرنا مزيان نزيدو عليه الطوماطي ديك الطوماطي اللي كنت عدلتها هو عندي فواحد الفيديو تما عدلت صلصه الطوماطي هادي كنزيدوها عليها. الشامبينيون ديالنا هما واجدين صافي ملي تشحروا مزيان زدت عليهم ديك الصلصه ديال الطوماط ياك ها هي فين هي صافي دابا نخليهم تيوجد لي ان شاء الله الدجاج ديالي وديك الساعه ان شاء الله نعملو بلاطو ديالنا نغطيهم ونخليهم. الروز هو عندي كيطيب عملت الماء يغلي بزاف حتى كيغلى بزاف كنخوي فيه الروز صافي واحد 5-8 دقائق كيكون واجد ديك الساعه ملي تخرجوه من الماء بردوه ديريكت باش ما يتعجنش بردوه باش ما كيكملش الطياب ديالو اذا زولتو له الماء وخليته هيداك سخون كيبقى يطيب كتبردوه وصافي وكتجي نخلطو كنستعمله. شوف دابا غنعملو الروز ديالنا باش نعملو الطبق ديالنا كامل عليه. عندي هنايا بصل شحرته مزيان نزيد عليها واحد المغرفه ديال الثوم ياك الروز اللي قلت لكم طيب في الماء هو عندي واجد هنايا نوجدو هادو شويه د الزيت نسيب هنايا واحد جوج البيضات شويه الملح شويه الابزار غنحركوهم خليهم حتى يطيبو مزيان صافي هما تقلاو مزيان دابا نزيدو الروز ديالنا نزيدو شويه د الزيت العود طبعا دابا غادي نعملو شويه ديال السوخه عندي جوج انواع السوخه هادي كتجي ثقيله ها هي كتعطيها مذاق واعر وعندي هادي ليكيد نعملو واحد شويه د ليكيد ونحركو ها هو كنحاول نقليه مزيان ديه وقته صافي ها هو وجد قلمنا مزيان صافي نفوتو العافية ونعملو شوية ديال المعدنوس هذا توكي الاخراني كيعطيه مذاق تا هو كيعطيه مذاق رائع حتى ديك الكونتراست ديال الكولوريس كيبان ديك شوية خضورة هيدا مزيانة وصافي ها هو ونقدموه بالهنا والشفاء ان شاء الله. ما شرفه هي الدجاجه ديالي واجده
هي ملي طابت في البلاستيكه ديالها في الماء، يعني طابت شحال في بخور، عملت فران. دابا هادشي هذا اللي هنايا عملته فوق بوطه، غادي نغليه نزيد عليه شويه د الماء، وهذاك هو السوبر ديال لاصوص. فهمتيني؟ هادشي ماشي محروق، هادشي هذا هادشي الكولور ديالو بني. دابا هذا كنكرطو، نزيد عليه شويه د الماء، غتكون هذيك هي الصلصه. كرتو هيدا، شي هذا هو اللب، فهمتي؟ خلي مني كرتو. انا عملت هنايا دابا غنخليها تغلى شويه، فهمتي؟ نخليه يغلى شويه باش يختصر شويه، وهادي عندنا الصلصه ديالنا. ايوا اخيرا اخوتي، ها هي فينيا الروز ديالنا. شوف كيف كيبقى، كل حبه بوحده، ما كيتعجن ما حتى شي حاجه. اذا طيبنا في الاول مزيان في الماء وما خليناش يتعجن، صافي غيكون عندنا ريزولتادو مزيون، مع ديك البيطات، مع ديك البصيله، مع ديك الربيع. يعني عندنا شي شامبينيونيس كون طوماتي، ها هما فين هما اخوتي. عاوتاني الدجاجه ديالنا هي فين، هي طايبه محمره مزيان بالطريقه اللي طياب في البورصه في الماء، كتعطي واحد النتيجه رائعه. هنا الصلصه ديالنا كررت ديك الطابله اللي طابت فيها الجداده، ما كتكونش محروقه، داكشي كيكون داكشي قهوي بني. كنزيدو شويه د الماء، كتعطي لنا الصلصه ديالنا هي فنيه. صافي لاصوص ديالنا هي او هذاك تشامبينيونيس كون طوماتي. المهم دابا نعدلو البلاطو ديالنا ان شاء الله وندوزو نشوفوه. نتوما وريني باب داركو من شيكو، دوك الجبال اللي ضربو كيريبو، البرج العالي ولا فراق غزالي. انا عارف يا العارف